أستاذ كاظم، وين شايف الأمور متجهة؟ هل نعرف أو تعرفون أين تذهب الأمور أم أنها هي تسير لوحدها؟ أنت تقول أين رايحين؟ يعني إحنا أكيد 100% لا طريق أسود ومصخم وملطم، ولن تستطيع هذه الطبقة السياسية أن تجلب لي شيء إذا لم يأتي الشعب العراقي بطبقة سياسية جديدة. القادم أسود والقادم مصخم ملطم. ومصخم وملطم. طيب ما هو أسود مما نحن فيه الآن؟ يعني لدينا أزمة مالية، لدينا أزمة سياسية، لدينا أزمة خدمية، لدينا أزمة كهرباء، لدينا جفاف، لدينا تصحر. القادم المصخم ملطم أنا ما أقدر أتخيل شلون شكله. يعني هل ستكون أسوأ من هذه المرحلة؟ هل نحن مقبلون على صراع؟ هل نحن مقبلون على مواجهة؟ هل نحن مقبلون على ماذا؟ أكو قضية مهمة جدا. تتذكر أنا بحلقة من الحلقات سألوني قال العراق وين؟ قلت له ماضي إلى نفق مرعب وأسود ومصخم. بالحلقة اللي بعدها بعد فترة قلت له أصخم، يعني مصخم وين وملطمين. اليوم أقول لك إلى ما لا ينتهي. الواقع السياسي الموجود اليوم، الطبقة السياسية الموجودة اليوم اللي تفكر يعني بالاستئثار على قوت الشعب، بالاستئثار على قيم ومبادئ الشعب، على مسخ الهوية للدولة العراقية والمواطن العراقي. يعني أنت بالمناسبة أسوأ الأمور يريد يوصلوننا إليها هو الاقتتال الشعبي، هو الطائفية والقتل الجماهيري، هو الإبادة الجماعية للدولة العراقية، هو إنهاء دولة اسمها العراق. ولن تستطيع هذه الطبقة السياسية أن تجلب لي شيء إذا لم يأتي الشعب العراقي بطبقة سياسية جديدة، لأن الأفكار نفس الأفكار، القيم نفس القيم، المبادئ نفس المبادئ، الشرف نفس الشرف، الغيرة نفس الغيرة، لا يوجد تبدل، لا توجد هناك يعني بوادر للتقدم، بوادر يعني لأمور جيدة. للأسف الشديد هذه الطبقة قد عشش عليها الخلاف والنفاق والدجل السياسي وفن الممكن في أن يضع نفسه مع الشيطان مقابل أن يقتل هذه الدولة، مقابل أن يقتل هذا الشعب، مقابل أن يرتزق بعض الأموال من هنا وهناك، مقابل أن يكون عميلا لهذه الدولة على حساب الوطن والمواطنة والشعب العراقي، مقابل أن يكون مرتزق وما أعرف يعني ما يعني قاموس الكلمات كبير وكبير جدا، لا تستطيع حلقة أن تعي مقدار الألم الذي يعانيه الشعب العراقي، مقدار الكلمات التي تتزاحم في أفكار الشعب العراقي وأفكاري وأفكارك وأفكار جميع المشاهدين من طبقة سياسية بائسة الغاية منها للأسف الشديد التسقيط والإزاحة.